عناصر المزيج التسويقي فيما يلي توضيح للمقصود بكل من هذه العناصر وهي المنتج والترويج والتسعير والتوزيع اولا المنتج يعد المنتج اول عناصر المزيج التسويقي ويمكن تعريفه بانه كل ما يمكن بيعه وهكذا فان مفهوم المنتج يشمل جانبين مهمين هما السلع وهي المنتجات الملموسه التي لها خصائص ماديه محدده. والخدمات وهي المنتجات غير الملموسه والتي تحقق منفعه مباشره للمستهلك. ويمكن تقسيم السلع والخدمات الى مجموعتين اساسيتين هما السلع الاستهلاكيه والسلع الصناعيه ويقصد بالسلع الاستهلاكيه التي يشتريها المستهلك النهائي بغرض استخدامها في حين ان السلع الصناعيه هي تلك السلع التي يشتريها المشتري الصناعي بغرض استخدامها في انتاج سلع او خدمات اخرى للمساعده في عمليه الانتاج مثل المولدات الكهربائيه والاخشاب واجهزه القطع والمصاعد خطوات تقديم المنتجات الجديده يتوجب على المنشات التعامل مع المتغيرات التقنيه الحديثه التي اثرت بدورها على حاجات ورغبات المستهلكين، مما يجعل عمليه ارضاء المستهلك عمليه معقده تعتمد كثيرا على المتابعه والتطوير والتحسين الدائم للسلع والخدمات، وهناك عده خطوات لتقديم المنتجات الجديده نجملها فيما ياتي: واحد جمع الافكار، اثنين غربله الافكار، ثلاثه تقويم الأفكار والاختيار من بينها أربعة اختبار السوق وخامسا طرح المنتج في السوق. باء السعر يعد التسعير من أصعب القرارات التسويقية التي تتخذها المنشأة نظرا لارتباطها الوثيق بكينونه المنتج ومكانته وهو من اول ما يقيمه المستهلك ويستند اليه في قرار الشراء فكم من منتج فشل في السوق بسبب السياسه الخاطئه للتسعير ولذلك تولي المنشات الناضجه اهميه كبرى لسياسه التسعير وكيفيه وضعها اهداف التسعير ان اهداف التسعير تتحدد في الرؤيه العامه للمزيج التسويقي لا في معزل عنها كما يجب ان تتوافق هذه الاهداف مع اهداف المنشاه ككل وايا كانت اهداف التسعير فهناك عده عوامل مهمه يجب على المنشاه مراعاتها عند وضع سياسات التسعير اهمها ما يلي واحد متغيرات المزيج التسويقي اي ان يتم التوازن بين السعر والجوده ومنافذ التوزيع وكذلك حجم انشطه الترويج المصاحبه اثنين طبيعه المنافسه في السوق فيختلف التسعير في الاسواق الاحتكاريه عنه في الاسواق ذات المنافسه الكامله ثالثا توقعات المشترين بمعنى ان يتم مراعاه حساسيه المستهلك تجاه السعر المطروح ومدى مناسبه المنتج أربعة توقعات الوسطاء والموزعين إذ يتعين أن يتم مراعاة ما يتوقعه الوسطاء والموزعين من عمولات مقابل مساهمة في تصريف المنتج خامسا التكاليف الإنتاجية فالتكاليف الإنتاجية ينظر إليها وفق هدف المنشأة الساعي إلى تحقيق الربح مما يستدعي تسعيرا يغطي تلك التكاليف في الأجل القصير أو الطويل سادسا القوانين والتنظيمات يجب أن تراعى أو تراعي المنشأة التنظيمات الحكومية فيما يختص بتسعير بعض المنتجات التي تضع الدولة لها سقفا أعلى في بعض الأحيان. جيم المكان أو التوزيع. التوزيع هو المهمة التي من خلالها يتم نقل السلع والخدمات من مصادر إنتاجها إلى المستهلك الأخير وعن طريقه يتم خلق المنافع الزمنية والمكانية ومنفعة الحيازة وتعد قرارات اختيار منافذ التوزيع من القرارات ذات الاهميه الاستراتيجيه بالنسبه للمنشاه، اذ ان الخطا في اختيار منفذ التوزيع المناسب للمنتج قد يؤدي الى الفشل الذريع. ويمكن تقسيم منافذ التوزيع الى عده اقسام استنادا على عدد الوسطاء في توصيل السلعه الى المستهلك النهائي كما يظهر في الشكل التالي منتج ومشتري نهائي هي أقصى القنوات والمنافذ إذ يقوم المنتج نفسه ببيع سلعته للمشتري الأخير وقد يستخدم المنتج أو المنتج لتحقيق ذلك رجال البيع الذين يقومون بزيارة المشترين في أماكن عملهم وقد برز في هذه القناة استخدام التسويق المباشر وأساليبه المختلفة ويشيع استخدامه في السلع الخاصة أو الخدمات اثنين منتج وكيل بيع او تجار تجزئة ثم مشتري نهائي ويتصف هذا المنفذ بوجود وسيط واحد بين المنتج والمستهلك ففي حالة السلع والخدمات الاستهلاكية يكون تاجر التجزئة هو ذلك الوسيط وفي حالة السلع الصناعية يكون الوكيل او السمسار ومن امثلته بيع السيارات والآلات الصناعية والزراعية ثالثا منتج ثم تاجر جملة ثم تاجر تجزئة ثم مشتري نهائي وفي هذا المنفذ يكون هناك وسيطان بين المنتج والمشتري النهائي هو يستخدم عادة في حالة السلع الاستهلاكية كالدواجن المثلجة والهدايا والألعاب وألعاب الأطفال رابعا منتج ثم وكيل بيع ثم تاجر جملة ثم تاجر تجزئة ثم مشتري نهائي في هذا المنفذ يكون هناك ثلاثة وسطاء بين المنتج والمشتري النهائي وهو يستخدم في ويستخدم في حاله السلع الاستهلاكيه الميسره مثل الحلويات والمثلجات. دال الترويج الترويج هو عمليه الاتصال بالجمهور بهدف التاثير على سلوكهم ويتضمن الترويج خمسه عناصر تسمى بالمزيج الترويجي وهي الاعلان والبيع الشخصي والدعايه والنشر وتنشيط المبيعات والتسويق المباشر كما يتضح من الشكل ثلاثة إلى اثنين نتناولها بشيء من التفصيل أولا الإعلان يعد الإعلان العنصر الرئيس من جملة عناصر الترويج ويمكن تعريفه بانه وسيله غير شخصيه لتقديم السلع والخدمات والافكار بواسطه جهه معلومه مقابل اجر معين ويهدف الاعلان الى توصيل المعلومات الى اعداد كبيره من الجمهور في نفس الوقت وذلك باستخدام عده وسائل اعلام مثل الصحف والمجلات والتلفاز والاذاعه والبريد المباشر والقنوات الفضائيه والانترنت ولوحات العرض في الطرق والشوارع. ثانيًا البيع الشخصي يقصد بالبيع الشخصي الاتصال الشخصي بين مندوب المبيعات والعميل بغرض اقناعه بالشراء وهو الأسلوب التقليدي الدارج سابقًا للبيع وهو يتميز بالمواجهة المباشرة بين البائع والمشتري وبالتالي يكون تأثيره أكبر على قرار الشراء ثالثًا الدعاية والنشر وهي وسيله مجانيه غير شخصيه لتقديم السلع والخدمات والافكار للجمهور بواسطه جهه معلومه وتتخذ الدعايه اشكال عديده مثل الخبر الصحفي في جريده او مقاله مطوله عن مشروع في مجله. ناتي الى تنشيط المبيعات. تعد وسائل تنشيط المبيعات متعدده ومختلفه مثل منح الهدايا المجانيه والعينات التجريبية والتخفيضات المؤقتة واستخدام المسابقات ذات الجوائز المالية أو العينية المختلفة. ويمكن استهداف ثلاث شرائح من المجتمع فيما يتعلق بتوجيه هذه الوسائل. شريحة المشترين وشريحة الموزعين وشريحة رجال البيع. ويتم تصميم وسائل تنشيط مناسبة لكل شريحة من هذه الشرائح. التسويق المباشر. يعد التسويق المباشر أحد الأساليب التسويقية التي أصبحت تستخدم كأحد الأدوات الاستراتيجية في خطط المنشآت، إذ يمكن أن يحقق العديد من المميزات التنافسية المستمرة مثل تغيير مستويات أوجه المنافسة، وتعميق العلاقة مع العملاء، وتجاوز سلبيات قنوات التوزيع، وإيجاد المعوقات لدخول المنافسين الجدد، والمساهمة في توليد الأفكار والمنتجات الجديدة. ومن ابرز عناصر واساليب التسويق المباشر البريد المباشر والطلب البريدي والاعلان ذو الاستجابة المباشرة والتسويق بالهدف والتسويق الالكتروني وسيظل التطور الهائل في التكنولوجيا يظهر لنا بين فترة واخرى اساليب جديدة للتسويق المباشر. بالإضافة إلى تلك الأنشطة المرتبطة كل منها بعنصر معين من عناصر المزيج التسويقي هناك أنشطة تخدم أكثر من عنصر من هذه العناصر ومنها بحوث التسويق والأنشطة المرتبطة بنظم المعلومات التسويقية